الواحد منكم له 20 سنة في العمل، في العمل الإداري، في العمل، لا صحيح صحيح 15 سنة 20 سنة، أنتم أفضل منا من حيث الممارسة والخبرة، لكن اقتضت الأحوال أن أقف هنا أمام أساليب وعمالقة في العمل. طبعا احنا حناخذ اليوم إن شاء الله لمحة تاريخية عن التسويق. المادة المقررة الآن هي إدارة التسويق، اسمها إدارة التسويق كمقرر عليكم المادة. هذا الكتاب أنا حطرح هذا الكتاب لكم كمقرر، تصوروا وتأخذوا للدكتور بشير علاق والدكتور أيضا قحطان العبدلي، ذو من عمالقة التسويق ومعروفين ومشهورين. وانتقينا هذا المقرر بعد دراسة متعمقة ومقارنة هذا الكتاب بمقررات أخرى، ففضلنا أن يكون هذا كما رجعنا لكم. لكن إحنا ما بنلتزمش طبعا بالكتاب التزام حرفي، إحنا حندخل هنا ونتشعب هنا ونشرح الغموض اللي فيه ومن هنا ومن هنا ونجيب هنا هوكم ولا من هنا، عشان إيش؟ يتضح لكم الموضوع يعني، لأنه في أحيانا أمور ما مش واضحة تحتاج إلى تأسيس. اليوم أنا حأعطيك فرشة، حأعطيكم فرشة للمادة، مادة قبل أن أدخل في إدارة اسمها إدارة التسويق، حتكلم على التسويق نفسه كيف نشأ وما هي التعريفات، ما هي التعريفات المختلفة، وبعدين حندخل بأهمية التسويق، حندخل بنتكلم على أهمية التسويق وبنتكلم على وظائف التسويق، وبعدين بندخل في المزيج التسويقي. طيب أنا بس أشتيكم الذي كان عنده كل الأشياء البكالوريوس حقه، البكالوريوس حقه عشان يكون عندي بس محاسبة تسويق. السلام عليكم. بيولوجي. ها؟ بيولوجي. تفضل. محاسبة. حقوق. علم اجتماع. كيمياء بيولوجي. كيمياء. محاسبة. لغة إنجليزية. لغة إنجليزية. إدارة. تقريبا معظمكم قد درس المادة كذا أو يتذكر بذكره، لكن في بعضكم ما قد عرف حاجة اسمها تسويق وما نشوفش نظلم أحد. حنبدأ من الأساس يعني، نعمل فرشة قوية كذا مفاهيم معينة. شوف يا أخواننا التسويق لو جينا نشوف تاريخه يرجع تاريخه إلى عام 1650، يعني إلى القرن السابع. أول من أسس، أول من مارس التسويق هي عائلة مايسيوي الألمانية، عائلة فتحوا متجر وبدأوا يمارسوا فكرة عام 1650، وبدأوا يفكروا في حاجة اسمها تسويق، وبدأوا يقول من ضمن الإعلانات حقهم في المتجر الصغير ذا بدأوا يقول ادفع واشتري مننا وإذا لم تعجبك تعود لك نقودك، من جانب ترويج وجانب ضمان مارسوا عملية تسويق. هذه العائلة بعام 1650، وبعدين بعد 1922 بدأ يظهر كممارسة للتسويق، انتشر نوعا ما، لكن كأدبيات للتسويق وكمقرر دخل أول ما دخل في عام 1985 تقريبا في الجامعة الأمريكية، يعني بدأ يدخل كمقرر، وبدأ الآخرين يفكرون في إثراء أدبيات التسويق وبدأوا يعرفوا التسويق. أول تعريف للجمعية الأمريكية للتسويق، الجمعية الأمريكية للتسويق عام 1965 عرفت التسويق على أنه تعريف قاصر، كان تعريف قاصر، وبعدين أعادت النظر في هذا التعريف من جديد وانتقد هذا التعريف، قالت أن التسويق هو انسياب السلع. انسياب السلع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنت هنا ولا أنا؟ أنا. أنت محاسب ولا محاسب؟ وينهم؟ قد يكون فوق. طيب كيف حالك يا دكتور؟ حياك الله دكتور محمد. قلنا الجمعية الأمريكية
الجمعية الأمريكية عرفت التسويق عام 1965 وقالت بأن التسويق هو انسياب السلع من المنتج إلى المستهلك. يعني هذا التعريف قديم للجمعية الأمريكية، اعتبرت أن المنتج الإنتاج يسبق التسويق. هنا في هذه الحالة قالت أن الإنتاج يسبق التسويق. إذا أنا عاوز أستشف خصائص لهذا التعريف. من خصائص هذا التعريف معناته أن المنتج كان يهتم بالجوانب الفنية للمنتج فقط، يعني ما يهموش المستهلك هل هو يرغب هذا المنتج ولا ما يرغبش فيه، يتناسب معه ما يتناسب معه، لأن الطلب كان أكبر من العرض. في هذه الحالة كان الطلب أكبر من العرض، ولذلك قال لك التسويق هو انسياب السلع من المنتج إلى المستهلك. يعني نبدأ بالإنتاج ونبيع ما تم إنتاجه، التعريف التقليدي للتسويق. بعدين انتقد هذا التعريف من قبل الجمعية الأمريكية، وقالوا أنتم ركزتم الآن على الجوانب الفنية لهذا المنتج، ها؟ وشعر المسوقون أن هذا التعريف ما يخدمهمش كثير، طورت هذا التعريف في عام 1985 الجمعية الأمريكية برضو، ها؟ الجمعية الأمريكية، وقالت أن التسويق هو عبارة عن وظائف، الوظائف الإدارية التالية. التسويق قال هو عبارة عن تخطيط وتخطيط المنتجات، يسمونه تخطيط المنتجات، ها؟ وتسعيرها وتوزيعها والترويج لها. يعني عرفت تعريف، ركزت على الوظائف الإدارية، ركزت هنا على الوظائف تخطيط وبعدين تسعير، اللي هي ذكرت المزيج التسويقي اللي سميناه الماركتينج ماركس. اوكي، ركزت على تخطيط، اللي هو تخطيط سموه يعني البرودكت نفسه، يعني تخطيط المنتجات البرودكت نفسه، ها؟ برودكت والبرايس، ها؟ والبليس والبروميشن، اللي هو عبارة عن المنتج، التسعير أو السعر، التوزيع والمكان، هو يقصد ديستريبيوشن، هو تقصد بس كل يوم هذا البليس، لكن هم قالوا التوزيع ديستريبيوشن، التوزيع وبعدين الترويج. طبعا هذا الكلام ركزت على اربع عناصر من عناصر المزيج التسويقي. يا اخواننا شوستاك واحده باحثه انتقدت، طبعا اول من صمم هذا المزيج هو زوج اسمه برينت، صمم هذا المزيج، صممه للمنتجات الملموسه، ولم يركز على الخدمات. لاحظ حتى التعريف حق الجمعية الأمريكية ما ركزت على الخدمات وما قالتش إنه في منتجات اسمها خدمات، بينما جاءت شوستاك انتقدت هذا التعريف، تعريف الجمعية الأمريكية، وانتقدت باردين وقالت يجب على المسوقين أن يبتعدوا عن هذا التعريف أو عن هذا المزيج كما يبتعدوا عن الرجل الأقرب، سميت الرجل الأقرب لأنه قالت هذا لا يفيد المسوقين. طيب إيش عندك يا شوستاك؟ طبعا واستوت مشادات بين أنصار بوردن وأنصار شوستاك، طبعا هذه فرنسية شوستاك باحثة في التسويق، وقال بالنهاية خلاص نفصل أدبيات المنتجات الملموسة عن أدبيات المنتجات الغير ملموسة، لأنه في عندي منتجات غير ملموسة ما ركزت على الجمعية الأمريكية في التعريف ولا ذكرته، اللي هي عبارة عن سيرفيس، يسموها الخدمات سيرفيس. طبعا أضافت شوستاك ثلاثة عناصر من عناصر المزيج التسويقي، قالت إذا كان ولا بد نأخذ المزيج بوردن، ضيفوا عليه ثلاثة عناصر سموها عناصر المزيج التسويقي للخدمات، اللي هو عبارة عن يا جماعة، ذكرت البيئة المادية للفيزيكال إيفيدنس، physical evidence، او ممكن تكون بدل ما هي evidence
طبعا هذا يسمونه الدليل المادي. الدليل المادي هتقراه بكتاب اخر ممكن تحصل تتكلم على الدليل البيئي. الدليل البيئي بس احنا نفضل الدليل المادي على الخدمه. الان انا اقدم لكم خدمه تعليميه، الان اقدم لكم خدمه تعليميه. ما هو الدليل المادي؟ هو الديكور، هو الاجهزه، الالات المستخدمه في القاعه، الماسات، الكراسي. هذا دليل مادي على ان هذا المكان لخدمه تعليميه، لخدمه تعليميه نسميها الفيزيكال ايفيدنس، اوكي؟ وزادت ايضا قالت انه الذي يقدم الخدمه هو انسان، بيبول. قالت ايضا ضيفوا عليه زد كمان البيبول، ها؟ الانسان مقدم الخدمه، وقالت كمان ايضا ضيفوا عليه ايضا العنصر الثالث، العنصر الثالث اللي هو البروسيس نفسها، عمليه تقديم الخدمه، عمليه تقديم الخدمه اللي هي البروسيس نفسها. اوكي؟ اذا صارت عناصر المزيج التسويقي، عين شوستاك منهم سبعه، منهم سبعه، وعين بوردن منهم اربعه. ذو نطلق عليه 4BS. وذو مع مجتمعي مع بوردن نطلق عليهم 7BS. ليش يا اخواننا؟ لانه كل واحد منهم يبدا بحرف بي. طيب والاس هذا ليش؟ ليش عاملين الاس هذا؟ ليش تقولوا 4BS دائما؟ ها؟ لا تسويق. سؤال لكم. تسويق. ها؟ التسويق ماركتينج. ما هو هنا ما فيش خدمة. هنا 4BS. الأربعة هذول نقول عليهم 4BS ما بينهم خدمة. سيلينج بيع. قام ما عنديش جرامر عشان أدرس له. بيس 4BS. إيه؟ البيع. سيلينج نمبر بادي. تفضل تفضل. إيه عندك معناهم أربعة دي. طيب. هو دائما انا اشتي بس استشيركم، مش انا اسالكم بالتعجيز، انا استشيركم واعمل ما نسميه بالعصف الذهني، اصبحت لك؟ لان احيانا يكون واحد جالس معك مهلوش، ها؟ شارد الله يعلم يعطل بضاعه، يدخل بضاعه، يخذ، والله مره درس على الطلاب واقول لطالبهم عملها؟ قلت وين كانت؟ قال والله بالمخزن. والله يقول لي هكذا، قال والله بالمخزن، والله قال بالمخزن. يعني الواحد سبحان الله. طيب ها من عنده اجابه يا جماعه شابيه؟ ليش قلنا 4BS و7BS؟ الاس هذا واحد منهم قال الجمع، واحد قال انه هوم سيرفيس، وفي واحد عنده اجابه؟ عناصر الانسيوري. الاس مش عناصر، هذه كلها عناصر 4BS، بس انا قلت 4 لانهم اربعه، وبي لانه كلها بتبدا بحرف البي. الاس هذه ايش تعني؟ انت تلاحظ لي بالكتب، ها؟ حتى الاساتذه بينهم لك يعني يجهلوا هذا القاعد شويه. ايش نسبة للبيع؟ سيلين. لا. مزيج هي اسمها اربع استراتيجيات تسويقيه. دي استراتيجيات، دي استراتيجيات يا جماعه، دي استراتيجيات 4B يعني معناته اربع استراتيجيات تسويقيه. استراتيجيه المزيج يسموها استراتيجيه المزيج التسويقي، استراتيجيه وده بنتكلم عليه ان شاء الله بعد قليل، استراتيجيه المزيج التسويقي. طبعا احنا حننتقل ل تكلمنا على مفهوم التسويق وتكلمنا على عناصر المزيج التسويقي، اما 4B او 7B. طيب لما نجي نتكلم على المنتج، المنتج ذا يا اخواننا ممكن اقسمه الى ميل. ده تعريف انا بتعريف الجمعيه يعني الامريكية، عاد انا ما قلتش تعريف كوتلر، انا قلت لك المحاضرة دي حتكون عبارة عن فرشة لعدة مفاهيم، لعدة مفاهيم عشان ما بعود لهاش مرة ثانية، ببدأ أبني عليها، ببدأ عليها من جانب إداري لأن المادة حقها اسمها إدارة التسويق وليست مبادئ التسويق، تمام؟ لكن أنا حجيب جزء من المبادئ لأن إخواننا بعضهم مثلا زي ما قلت حضرتكم إنجليزي، واحد كيمياء، واحد حقوق، واحد لازم يكون عنده معلومات كافية عن التسويق مقتطفات، ودي المحاضرة حتشرح فيها هذا المواضيع كامل مع شفتا قلش خالص، وبعدين ببني على هذه المفاهيم ما نسميه بإدارة التسويق. هل المادة موجودة عشان ناخذها بعدين؟ موجود موجود ككتاب. قصدي عشان ما انشغلش بالكتابة ولا؟ لا هام الكتابة. زي انه سبق انا قلت لحضرتكم انا معي مقرر لكن بتشعب. انتم ما بيصير. مش ان انا عم صعب عليكم. لا مش صعب عليكم، انا في حاجة هي موجودة في المقرر بس انا اشرح الغموض حقا امطها كده مضبوط شويه. ايوه ها يعني ما جيلش حرفيا ما قلتش رقي حدا ما قلتش رقي انا ممكن اقول لكم عن بعد اقراوا تعالوا امتحنوا لكن انا عاوز ادرسكم ها وافهم لكم الغموض فيها امطها شويه كده المطوط هذا تكتبوها
لأن المنتج إيه لما تروح تقرأ هذا مقرر ترجع للدكتور. هذا ما هوش مطلوب طفاية. لا لا إحنا بس المصطلح البلدي بس. قلت أوضح للغموض يعني. تمام. طيب البرودكت نفسه يا جماعة. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. يا مرحبا. حيا الله. يا مرحبا. يا مرحبا. يا مرحبا. أهلا وسهلا. حياك الله. إذا إحنا تكلمنا يا جماعة قبل قليل على المادة، يعني ممكن المادة هي نفسها أرجع كده شوية بس مراجعة سريعة. المادة هي اسمها إدارة التسويق. المادة اسمها إدارة التسويق. اليوم ما بناخدش الإدارة لوجود تخصصات مختلفة من الحقوق والإنجليزي والكيمياء ما ناخدش فكرة عن المادة إيه هي التسويق، إيه هو التسويق، أوكي؟ وبالتالي بناخد اليوم مفاهيم مختلفة عن التسويق. من المحاضرة الجاية بنبني على هذه المفاهيم ما نسميه بإدارة التسويق أو النشاط التسويقي، وممكن نتعرض له اليوم هذا. وقلنا إن التسويق مر بعدة مراحل، بدأ زي ما قلنا بعمل مراجعة معليش بعيد اللفة كده الطلاب المتأخرين، إنه بدأ في ألمانيا بواسطة عائلة اسمها عائلة مايسو، يعني بدأت تؤسس متجر بسيط وبدأت تمارس التسويق بعام 1650 في القرن السابع. وبعدين بدأ يتطور في عام 1922، وبعدين بدأت الجمعية الأمريكية عام 1965 بدأت تؤسس لأدبيات اسمها أدبيات التسويق، وبدأت تعرف التسويق، وعرفته في عام 1965 تعريف كان ناقص، قالت بأن التسويق هو استيار أو تدفق السلع من المنتج إلى المستهلك، أي أن التسويق كان في ذلك اليوم يبدأ بالمنتج وينتهي عند المستهلك، بينما على العكس في التسويق الحديث يبدأ بالمستهلك وينتهي بالمنتج، أولا نسوق ثم ننتج، لكن كان مفهوم عند الجمعية الأمريكية ننتج ثم نسوق، يعني بيع ما يتم إنتاجه، بيع ما يتم، ما المستهلك هذا كان ما يمثلش عندها أي قيمة، لأنه قلت السبب أن العرض كان أقل من الطلب، كان المنتجين قليلين، بعدين تصلحت، طورت هذا التعريف، في عام 1980 وقالت بأنه التسويق هو عبارة عن، وتكلمت عنه من زاوية إدارية، هو عبارة عن تخطيط المنتجات، تسعير المنتجات، توزيع المنتجات، الترويج للمنتجات، سميناه عناصر المزيج اللي هو ماركتينج ميكس، اللي هو كان عبارة عن تنظيم الجمعية الأمريكية، عام 1985، يعني قالت أن التسويق هو تخطيط المنتجات، المنتج وتسعير المنتج والترويج والتوزيع والترويج، يعني ركزت على عناصر المزيج التسويقي اللي سمينه ماركتينج. ايوه، يعني ركزت على عناصر المزيج التسويقي الماركتينج ميكس اللي هو عباره عن 4B، وطبعا 4BS وقلنا 4BS اللي ركزت على الجمعيه عباره عن المنتج برودكت نفسه، وبرايس اللي هو التسعير، والبليس والبروميشن اللي هو الترويج اللي بيسميه عناصر المزيج التسويقي. 4 يعني 4، وبي انه كل واحد منهم يبدا بالحرف بي، واس معناته ان استراتيجيه المزيج التسويقي اللي يسمونه 4BS. جاءت شوستاك وانتقلت هذا التعريف، طبعا هذا التعريف لمن؟ هذا البوردن، اول من اسس عناصر المزيج التسويقي 4BS هو زول اسمه بوردن. جاءت شوستاك باحثه فرنسيه وانتقدت هذا التعريف وانتقدت هذا المزيج التسويقي 4BS، وقالت هذا لا يستفاد منه الا في تسويق المنتجات الملموسه اللي هي الجودز الملموسه، اما تسويق المنتجات الغير ملموسه لا يمكن نستفيد من هذا التعريف اللي هو تعريف الجمعيه الامريكيه والمزيج التسويقي لبوردن. واضافت ثلاث عناصر اضافيه الى عناصر المزيج التسويقي لبوردن،
وسميتهم سيفين بي اس، سيفين بي اس اضفنا